ذكرى ما يعرف بأحداث محمد محمد التي وقعت قبل سنة من الآن أشعلت شوارع القاهرة ومدن مصرية أخرى. شوارع قصر الجامع والشيخ ريحان وصولا إلى ميدان التحرير كانت مسرحا للاشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين. ردد المتظاهرون هتافات مناوئة لجماعة الإخوان المسلمين، وارتفع سقف هتافاتهم تدريجيا ليصل إلى الدعوة لإسقاط النظام. إحصائيات الشرطة والمصادر الطبية المصرية ذكرت أن 25 شرطيا بينهم 7 ضباط وعددا مماثلا من المدنيين أصيبوا خلال الاشتباكات بالقرب من وزارة الداخلية، فيما تحدث شهود عيان عن قيام قوات الشرطة باستخدام الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين، وأنها نجحت في إبعادهم عن محيط الوزارة ونقل الاشتباكات إلى ميدان التحرير. أما وكالة الأنباء المصرية فذكرت في تغطيتها للحدث أن المتظاهرين رشوا الشرطة بزجاجات حارقة ما استدعى رد الشرطة بالغاز المسيل للدموع. بالعكس ده عقلها. أنا أيام حكومة الجنزوري طلعوا يعني إيه زرفون أول نصف التعويض. لما جه مسك الرئيس مرسي قال مفيش تعويض، اللي يعرف يشتغل يشتغل وما عرفش يشتغل ياخد معاش. في نوفمبر تشرين الثاني من العام الماضي أزالت الشرطة خيام المعتصمين في ميدان التحرير الذين بقوا في الميدان عقب مظاهرة مناوئة للمجلس العسكري، وأدى ذلك إلى عودة الآلاف من المتظاهرين إلى الميدان، وإثر ذلك بدأت الاشتباكات الدامية التي يبدو أن ذكرها هذا العام قد تحمل للمصريين مزيدا من المواجهات. صرخة أمي شهيد بتعاني،